الشخص وما شبع الصوت ديالي كدير. الجماهير حاضرة بكثافة وتتساند الفريق ديالها بالسراء والدراعي، وهنا إن شاء الله الدوزيام متر إن شاء الله غادي ندخلو عازمين إن شاء الله، باش غادي نماركيو جوج بيوت إن شاء الله، جوج بيوت إن شاء الله الماركيو جوج بيوت الدوزيام متر إن شاء الله، باش يفرحوا هاد العادة، باش يفرحوا هاد الجماهير هادي اللي جات من أي مكان ان شاء الله، ما غيكون غير خير ان شاء الله. انا من الصغر ديالي وانا تنجسع فريق المسجد الملكي، ملي كان تيجي العسكر وكنا تنجي التراس كلشي كان تيتجمع في التراس، انا صراحه راه توفى الله يرحمه، كنا ديما تنساندوا الفريق ديالنا في السراء والدراء، مشاو خارجين سيدي قاسم اي بلاصه تنتبعوهم تنشجعوهم وتنجيو، وديما ما عمر شي حاجه الحمد لله. ولكن لا شنقول لك، حنا ديما مع الفريق ديالنا، ديما مع الفريق ديالنا، واحد الحاجه وهي نعطي واحد التحيه للبنات اللي انتصروا على فريق الجزائري بربعه، وان شاء الله شنقول لك البنات تاهما راه تيقولوا الكلمه ديالهم، الجيش الملكي راه غادي بالخطوات ديالهم بشويه بشويه، وان شاء الله غادي نقولوا الكلمه ديالنا ان شاء الله من هنا لقدام، غنقولوا الكلمه ديالنا اذا انتصرنا اليوم ان شاء الله الدوزيام ميطار غادي ننتصروا بجوج ان شاء الله، وفي البطوله غادي نقولوا الكلمه ديالنا ان شاء الله، حيت فريق الجيش الملكي عندهم واحد الجماهير غفيره، الجماهير والعيطره ولا كل شيء تيجيو في السراء والدراء، حنا حاضرين هادو ما يسمعها يستوب ديالو شوف كيداير البولوني شويه خصو يخدم واحد شويه خصو يعطي اللعابه الفوز ديالهم، واش نقول لك حنا اللعابه تيديروا كل شيء من جهتهم بلا مدرب لا والو، تنتمنى ان شاء الله باش الركراكي يشوف هذا اللاعب هذا راه خاصو يعيط على المنتخب الوطني، راه حريمات راه تعوات ديال المنتخب الوطني، انا تنقول لكم راه حريمات ديال المنتخب الوطني، الركراكي خاصو ان شاء الله يعيط على الحريمات، راه خاصو يعيط على الحريمات، راه مش على ديما تنقولها المنتخب الوطني خاصو يعيط على الحريمات، انتم تبتوا بحريمات ان شاء الله غادي حريمات ان شاء الله غادي يكون الكلمه ديالو في هذا الشامبيونات. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابونا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور، كوتي سبور منتوج المغربيه للالعاب والرياضه. MDGS نربحوا الرياضه.